اليوم جينا لطنجة باش نشوفوا الفرق ما بين السوق ديال طنجة والسوق ديال كازا. واحنا الخوت عاوتاني اللهم بارك. الدراري تكونوا بخير وعلى خير، كلشي مزيان، الصحة والفريق هذا راه كويكر 07689. تحياتي للخوت الفينية. ها هي بلاتي زميواكم، ها هي هادي نتوى الخوت، هادي نتوى ديال بيروس هنايا. اللهم احنا الخوت اللهم بارك. كاين بياسة ديال اليويو، اليويو عمل الثمن ديالو خوت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوت اليوم كيتواجد معنا الأخ ياسين بلوك. السلام عليكم. الأخ موعد. السلام عليكم. نتمنى الدراري تكونوا بخير وعلى خير، كلشي مزيان، الصحة والفريقات ديالكم. جينا هنايا لسوق طنجة، كبر بينا خويا عبد الطيش تبارك الله، الدار كبيرة تبارك الله على طنجة هو كاملين وكازاوا. جيو لهنايا كاين الرجال اللهم بارك. السلام عليكم. السلام عليكم اخوان، معكم مو طويلي. اليوم جينا لطنجة باش نشوفوا الفرق ما بين السوق ديال طنجة والسوق ديال كازا. فريمون الدنيا لقينا السوق زوين بزاف والناس ديال طنجة زوينين بزاف، راح تشوفوا بينا. شكرا لك خويا عبد الطيب. ومرحبا بكم دراري كازا. تحية للرجال الله يعافيك. بغيو تجيو طنجة مرحبا بكم راس العين اي ساعة. جيو عند خويا عبد الطيب فريمون الرجولة، الدار كبيرة الدراري من عندي وحقا. الله يسهل عليك خويا. بارتي الأولى في أي ساعة مرحبا بكم. المهم الخوت نبداوكم فيديو ان شاء الله دابا. مرحبا بقاو معانا. خوت السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الخوت كما ديما اليوم عندنا زياره كبيره كبيره بزاف، اخ ياسين بلوط لانه ولا غني على التعريف. اليوم ان شاء الله في هذه الزياره غادي نعمل لكم واحد الفيديو مع ياسين بلوط، غنجوز لكم اثمنه الطيور كامله. بقاو معنا الخوت في الانتظار، دابا غادي ننزل لكم واحد الفيديو ان شاء الله مخصص، وغنبداو واقيلا الله اعلم مكابوني بلاتي نوريوه لكم. ها هو واحد الغزال فين هو. ها هو فين هو. شو الخوت المهم بقاو معنا، دابا غادي ننزل لكم فيديو ان شاء الله يا ربي. بقاو معنا في النصيده. احنا الخوت اللهم بارك. كاين بياسه هنا ديال اليويو، اليويو عمل الثمن ديالو 1200 درهم. اللي بغى الخوت ومهتم مرحبا. حنايا احنا اللهم بارك. هادو هنا اليويو كاينه كابوني هو فين هو. هذا الثمن ديالو الخوت 5000 درهم. كاينه تبارك الله واحد كوكله هنا ديال ليزاس، الثمن ديالها 48 فرنك. كاينه واحد الكار ديال كالوبسيت الثمن ديالو 650 درهم. كاينه تبارك الله هنا واحد جوج ديال كالوبسيت، جوج كوبلات الثمن ديالهم 700 درهم. كاينه هنا واحد النانتا ديال روزيلا الثمن ديالها 1800 درهم. كاين واحد كالوبسيت 1200 درهم، سمحوا لي عفوا اخوت 300 درهم. كاين واحد بياسه ديال ليزان 150 درهم. كاينه تبارك الله متفقين بيروس الخوت 30 درهم. بيروس دابا السوق ديالهم الله يعدل من عنده السمره باش ما كطلع والطير كيطيح. كاين هنا واحد جوج بيروس الثمن ديالهم 1000 درهم، مقفز كوشي الريمبو مستوى واعر. المهم احنا الخوت عاوتاني واحد ثلاثه ديال بيروس. شحال الثمن ديال ثلاثه بيروس؟ 250 درهم مقفز ديالهم. شحال؟ 250 درهم مقفز ديالهم كلشي. ها انتم الخوت هادو ثلاثه بيروس عند واحد الاخ ديالنا الثمن ديالهم 250 درهم. هما اللي باقي لك واقيلا هادوك هما اللي باقي لنا، ثلاثه ديال بيروس وقفز الثمن ديالهم 250 درهم. واللي بغاهم مرحبا، واللي بغى شي حاجه مرحبا. والنمره الاخت ديالنا راه ما نقدروش نقوزوها، يعني النمره بنت. كاين الدراري كيبقاو بعد ساعات انتما كتعرفوا، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني نقدر بنادم يبقى يخسر الهضره ولا بقى يتصاصل ويعمل لها مشكل في الدار ديالها. المهم الثمن ديالهم 250 درهم، مقفز ديالهم كلشي. بقى عندها شي حاجات كريه راه ما كتبيعهاش، يعني باقي لهم هاد ثلاثه هادو اللي كتخرجهم دابا، مقفز ديالهم كلشي 250 درهم. احنا الخوت مع الاخ موعد عاوتاني. احنا اللهم بارك. ها حنايا بسم الله. ها حنايا تبارك الله شي تسي بابات كيقول فيهم 80 درهم الحبة. انا السابق انا الاخ معاده
شحال عامين اخي معاد؟ تعاملوا مع بنادم دابا 80 درهم 80 درهم ثم سمعتوا الخوت هادو راك معيط لي عليهم تقريبا دابا شي 3 ايام ولا 4 ايام قال لي عندي تبارك الله شي بياسات وبياسات راه هما في مستوى وتباع منهم دابا حضرنا اليومين دابا شي حاجه تباع منهم بياس اللهم بارك 88 درهم واللي بغى شي حاجه الاخ معاد ديما حاضر معنا عاوتاني النمره اخي معاد 06 16 40 98 ناتي 06 16 40 98 53 ها حنا الخوتات هما كتشوفوا اللهم بارك اش غير معاهم فوسط الخله يجيو ليا غابة تمشيو معاهم حتى هنا هاد النمره ديالي انا البارح كيقول لك بان كتبو 88 درهم الخوت بوزكم بياسه اخرى ان شاء الله ها واحد بياسه الخوت هذه تخطرات منهم 80 درهم تخطرات منهم اللهم بارك وكاين هنا واحد الكيور هو فين هو الكيور ديالنا هذا اللهم بارك عنده عامين الخوت الثمن ديالو 400 درهم المهم بلاتي الخوت غنقوزوكم بياس اخر ان شاء الله بقاو معاه احنا الخوت اللهم بارك احنا كنتواجدوا في السوق كاين واحد الكار تبارك الله جاب واحد السيد راه مدريسي اللهم بارك احنا جبدوا تشوفوا الخوت ها هو فين هو بسم الله احنا جبدوا تشوفوا مدريسي اللهم بارك حنايا يعاط ما والو المهم راه مدريسي الثمن في الثمن راه مناسب الثمن ديالو كيبقى ب 1500 درهم وبنادم يضرب على راسو راه فيها شويه ديال المفاهم احنا الخط اللي بغا هاتوما هذا راه كويكر الثمن دابا شحال كيبقى؟ 33 درهم 1300 درهم الخط اللي بغاه هو مهتم مرحبا المهم دوزوكم نمره الاخ ديالنا قلنا النمره 06 61 05 48 47 في الاخر 100 نوردي كاين واحد انت الخوت هي فينيان انت واجده كالوبسيت حتى هي فينيان اللي بغاها ومهتم مرحبا لا نتو هذه يعني. الثمن ديالها 400 درهم واجده اللهم بارك اللهم بارك المهم الاخ ديالنا راه كوزنا لكم الخوت اللي بغا شي حاجه مرحبا ها حنا الخوت اللهم بارك هادو فروقه ديال السويف اولا كيقولوا له بوعميره كاين الدراري هنا اللي كيجيبوهم من السوق كيبغيو ياكلوهم ولا شي حاجه يدريسوهم ها انتما هادو خصهم التوكيل فهمت شحال الثمن ديالهم شحال كتقول فيهم 100 درهم واحد تبارك الله ها انتما الخوت ثلاثه تفروقه هنايا الثمن ديالهم 100 درهم واحد اللهم بارك ها انتما كتشوف المهم اللي بغاهم مرحبا وحنا الخوت اللهم بارك ها حنايا هادو جوج ديال الروس الثمن ديالهم 450 درهم اللي بغاهم مهتم مرحبا كارونا انت ديال الروس الثمن ديالهم 450 درهم حتى هما داخلين مع هادو هما تابعين لنا المهم عاوتاني نزيد نذكركم بالنمره ديالنا 06 07 07 66 89 تحياتي للخوت والمهم دابا غادي نقوزكم ان شاء الله بياسه اخرى